تحت رعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، أقيم حفل تدشين الجمعية البحرينية للملكية الفكرية، والذي جاء بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية. نعم، تهدف الجمعية التي تعد الأولى من نوعها في مملكة البحرين إلى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الملكية الفكرية والوعي بأهميتها، والدفع باتجاه تذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق القوانين المتعلقة بما لا يتعارض مع دستور المملكة. هذا وقد أشاد الزياني بالجهود اللافتة والتوجهات المستقبلية الواعدة التي تتطلع الجمعية البحرينية للملكية الفكرية لتنفيذها كخطوة تعد الأولى من نوعها في سبيل نشر وتعزيز ثقافة حقوق الملكية الفكرية في مملكة البحرين، مثمنا الجهود والبرامج التي تتطلع الجمعية لتنفيذها في المرحلة المقبلة، والتي يتقاطع دورها مع دور الوزارة الداعي إلى حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والابتكارات. من جانبها، ثمنت السيدة أسماء النجدي رئيسة مجلس إدارة الجمعية الجهود المتميزة التي تطلع بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مجال دعم وحماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع ورقابة الملكية الصناعية الإلكترونية وغيرها.